السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا جامد 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 جامد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا جايبة لكم أدوات في المطبخ هتسهل عليك كل حاجة في المطبخ. إن شاء الله الفيديو بتاعي يعجبك، وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركي في القناة وتحطي اللايك بتاعك الحلو، ويلا بينا نبدأ الفيديو. معانا هنا بقى زي نظام جهاز بيتحط فيه الفرش بتاعت الاسنان، وكمان المعجون، وكمان من تحت من زي ما يكون فيه كوبايه كده اهوت تقدري انت تغسلي بيه فرشه الاسنان، وانك انت تمضمضي كمان بقك منه. ومعانا بقى القطاعه الحلوه الجميله ديت، قطع منها الفاكهه، وكمان ليها ايه نظام انك تحطي فيها البيض وكده وتقطعيه. والغساله القمر الصغيره العجيبه دي، غساله يدوي تحطي فيها الغسيل، تحطي فيها المسحوق، وبتدوسي على الزرار دي، وممكن تحطيها في اي مكان، يعني متاخدش اي مكان معاكي. وكمان المنظم التحفه دوت بجد جميل جدا، ما بياخدش اي مكان زي ما انتوا شايفين. ممكن فيه كمان مكان للمناديل وكمان لسله زباله. ومعانا كمان دوت فيه نظام فرشه للتواليت، وكمان في نفس الوقت ان هي بيكون فيها سله للمناديل وكده. ومعانا جهاز التحفه دوت، طبعا لو الصفايه بتاعت الحمام بتاعت المطبخ الحوض اي حاجه من ديت مسدوده طبعا بيسلكها في منتهى السرعه. طبعا زي ما تعودنا ان الحاجات دي كلها موجوده، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، الحاجات دي كلها موجوده. وموجودة فين؟ موجودة على امازون، موجودة على تليجرام باسعار الجملة، بسعر الجملة على تليجرام، بجد اسعار حلوة جدا وهتعجبكم. يعني هتخش تبحث تكتبي ادوات منزلية هتجيلك كل حاجة، ممكن تاخدي الحاجة اللي عجبك من على الفيديو هنا سكرين وتروحي تبحثي عليها هناك هتلاقيها موجودة، وباسعار حلوة وباسعار الجملة. معانا كمان الغطا دوت حلو جدا، بيحكم عن الحاجة وما بيخليش ايه يعني الحاجة تقع منك وكده. معايا منظم العسل دوت، المنظم ده بتحطي فيه بقى معجون الاسنان والفرش، وبتحطي فيه حاجات كتير جدا زي ديكورات وكده. ولا او المج بقى، المج العسل ده، المج ده تحفه. يعني في نظام زرار بتدوسي عليه بيقلم مع نفسه، بجد حاجه تحفه، حاجه جميله جدا. وكمان بقى المساحه الرهيبه العسل ديت بجد جميله جدا، وبتخش كده تحت الكنب تحت الكراسي بتجيب لك كل حاجه، وكمان منها فيها بتتعصر. كمان الجهاز دوت اللي هو بيحكم عن الكيس، يعني بيقفل الكيس، بجد يا جماعه حلو جدا. وهنا بقى جينا بقى للحاجه الكبيره، هنا منظم تحفه تحفه للتوابل للصوصات، وكمان ممكن تحطيه في الحمام انك تحطي فيه الشاور جيل والشامبو والحاجات دي. وبص بقى الكيوت العسل دوت زي نظام بانيو كده للاطفال، بجد حلو جدا وهيحبوه جدا، بجد حاجه بجد روعه. وانا كمان مصفة الخضار دي بجد حلوه جدا، احنا زي ما تعودنا ان احنا حاجاتنا كلها بتوفر عليكي شغل البيت وبالاخص المطبخ. وكمان الحصاله العسل ديت زي على نظام عربيه كده، وليها زي نظام خزنه، بجد تحفه جدا وجميله جدا. وكمان معانا بقى منظم الجزم بتاع الجزامه، طبعا كلنا الجزامه عندنا فوق بعضيها، فالمنظم ده بيبقى حلو جدا وبيسهل عليك انك انت بتحطي جزمه من جوه وجزمه من فوق، بجد حلو جدا. ويعني ما بياخدش مكان قوي، الجزمه ما بتاخدش مكان قوي في الجزام. المنشر الحلو ده بجد، المنشر ده تحفه تحفه تحفه، شكله شيك شكله حلو، وكمان ما بياخدش مكان زي المناشر التانية.
بص بقى الرشاقة دي تحفة جدا جميلة، بتاخد كل حاجة معاك في المطبخ، وفي نفس الوقت ما بتاخدش مكان، يعني هي بتتركب فوق الحوض كده ما بتاخدش مكان، وبتاخد معاكي حاجات كتيرة جدا. والعسل دوت بتحطي فيه بقى ايه، المكرونة الرز الحاجات دي، بجد بيبقى تحفة جدا، وبيبقى معاه زي نظام كوباية كده معيارية بتعايري بيها ايه الحاجات بتاعتك. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وسيبكم بقى تكملوا الفيديو بقى من غير لك كتير، من غير صداع، تستمتعوا بالفيديو. مع السلامة.